وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم برئاسة رئيس المجلس مرزوق علي الغانم على 8 توصيات تقدم بها عدد من النواب عقب انتهاء مجلس الأمة من مناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والسلالات المتحورة عنه. نعم، وكان سمو الشيخ صباح الخالد الحامد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد أكد في بداية الجلسة على ضرورة التعاون والتكاتف لمواجهة الوضع الوبائي الصعب الذي تمر به البلاد. أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مداخلة له من مقاعد النواب في الجلسة الخاصة بشأن مناقشة الإجراءات الحكومية وسياستها تجاه فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة منه بجهود جميع العاملين في الصفوف الأمامية، سواء من كوادر وزارة الصحة والكوادر في كافة الجهات الحكومية الأخرى وغير الحكومية. تحية إجلال وإكبار واحترام لكافة أخواتنا وأخواننا الكوادر الصحية في وزارة الصحة، وأيضا الكوادر في كل الجهات الحكومية وغير الحكومية من المتطوعين وغيرهم في الصفوف الأمامية وحتى اللي في الصفوف الخلفية على الجهود الجبارة الاستثنائية التي قمتم وتقومون بها، وهذا ما راح يعوضه لا تعويض ولا مكافآت ولا أي دعم مادي أو معنوي. هذا أنا أقول لكم أجركم إن شاء الله عند رب العالمين، وتأكدوا هذه نية كل أخوانكم اللي موجودين في مجلس الأمة، وأنا كرئيس لمجلس الأمة أتحدث عنهم وعن الغالبية الساحقة من أبناء المجتمع الكويتي ليكون ذلك واضح أمامكم. صحيح أن الدعوة هنا ليست تكريم لكم إنما بناء على طلب جلسة خاصة، إنما أتمنى على الأقل كوني رئيسا لمجلس الأمة أن يكون هذا أضعف الإيمان وأقل ما يمكن أن يقدم لكم كشهادة حق. سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عبر عن شكره لأعضاء مجلس الأمة على تقدمهم بطلب عقد الجلسة الخاصة والإدلاء بآرائهم، ما يدل على اهتمام مجلس الأمة بمتابعة إجراءات الحكومة تجاه الجائحة. أتقدم بالشكر إلى أخواني الأعضاء اللي تقدموا بطلب لعقد هذه الجلسة الخاصة، وأيضا لإخواني اللي تقدموا بطلب جلسة تخصيص جزء من جلسة 5 يناير لمناقشة الجائحة. هذا يدل على يعني اهتمام إخواننا في المجلس على متابعة الجائحة، إجراءات الحكومة وتبعاتها. كم كان ودي أن تتاح الفرصة وفسحة لخواتي وإخواني لعرض كل التفاصيل اللي تخص هذه الجائحة. احنا اليوم نطوي سنة ونستقبل سنة جديدة، وقاعدين بال45 يوم من هذه السنة الجديدة ندخل يعني في وضع مقلق. ولو أخذنا الأرقام مع الأخ الرئيس خلال 15 يوم الماضية راح نشوف 50 وفاة عندنا، راح نشوف ارتفاع في انشغال العناية المركزة، راح نشوف دخول مستشفى أكثر، راح نشوف أن مستشفى مبارك من وحدة للعناية المركزة إلى 2، 3، 4 والحين رايحين إلى 5. هذه مؤشرات يا جماعة، لازم نوقف ونشوف شو المطلوب عمله. هذه النقطة الأساس. وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أكد على أن كل الإجراءات التي قامت بها السلطات الصحية في البلاد كانت مناسبة وسبقت المنطقة. نحن في أزمة مضى عليها فترة عام كامل، مرينا فيها بمراحل مختلفة وإجراءات متنوعة في كل مرحلة من مراحل هذا الوباء، وكانت هذه الإجراءات محل إشادة وتقدير من أعلى المستويات من المنظمات العالمية، من منظمة الصحة العالمية، وأيضا إشادات محلية وإقليمية. والكل يعرف الآن اليوم
الوضع الوبائي في انتشار سريع، هناك زيادة في عدد الإصابات، زيادة في عدد زيارات غرف الطوارئ في المستشفيات العامة، وأيضاً زيادة يتبعها زيادة في دخول المستشفيات وإشغال الأسرة في المستشفيات، وأيضاً زيادة في إشغال الأسرة في العناية المركزة. كل هذا تطلب اليوم أخذ إجراءات وقائية استباقية للحد من انتشار وسرعة انتشار هذا الوباء. وتاريخياً ثبت إن كل إجراءات قمنا فيها بالسابق بكل مرحلة من مراحل الوباء كانت إجراءات مناسبة، وسبقنا المنطقة كلها في هذه الإجراءات وتبعنا بقية الدول. وقبل رفع الجلسة الخاصة وافق المجلس على 8 توصيات تقدم بها عدد من النواب عقب انتهاء مجلس الأمة من مناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.